بالحب بالحب. مش عارف اصورها برضه وانا واقف لوحدي. بص على النبي اهي، اول دوت عندنا. وصلنا على المرمى يا جماعه الحمد لله. اول ما جربنا دود النار، اول استفتاح معانا شربوش حلو بس مش زايد. شربوش كف اهو، حلو يعني جنشور كف، حلو الله كريم. صلي يا ابو حسن، صلي يا كريم يا كريم يا رب. اللهم صل على ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. النهارده ان شاء الله احنا في اول طلعتنا الساعه 11، حاليا احنا واقفين عند الاسدين 45 مستنيين اخونا ماجد حسن. اتجمعنا قسما بالله العظيم، اتجمعنا مع بعض بالصدفه. ماجد رن عليا وانا في الطريق، يلا ومعايا طبعا الاخ الفاضل محمد اسماعيل. طالعين ان شاء الله وباذن الله رحله صيف. احنا بنقول رحله عشان ممكن ما نعرضش عده مستخدمه، ممكن ما نعرضش سمك، فالله اعلم. ولكن احنا طلعنا والمفروض ان احنا عملنا المقدمه بتاعتنا، فلازم نظهر عندكم حتى لو هنصبح عليكم احلى ناس في الدنيا. مشيت الله هنروحهم على رشيد ان شاء الله، في كام حته كده انا عارفها هنجرب عليها بالدوق. هننزلوا المعديه الاول، مستنيين اخونا ماجد حسن اول ما هيظهر هناخدوه لقطه كده واحنا جايين. تحيات لحضراتكم، خليكم معانا ان شاء الله. الفيديو بتاعنا هيكون مسلي، في سمك مفيش سمك، بس ان شاء الله هنحاول نسليكم. خليكم معانا. حمام يا حبيبي، لحظه هنصورها. صورنا انا اي، انا مشغل فيديو. طبعا بنشكر اخويا محمد اسماعيل، خدني اللقطه دي من ورا من بره العربيه. حبيبي يا باشا، يومك جميل بمشيئه الله. زي العسل ان شاء الله، لو ما خدناش سمك هننبسطه. لا باذن الله، وشنا هيبقى حلو على بعض يا رب يا كريم يا رب. خليكم معانا يا شباب. شرفنا بالوصول الاخ ماجد حسن وبيتكلم بالتليفون. احلى ماجد حسن ان شاء الله. محمد بركات. ايه بتكلم عن محمد؟ صبح لي عليه. سامع الحوار بيصبح عليه، قول له نهارك ورد ان شاء الله. ادعي لنا بالتسعيد. صوره اهو دلوقتي وهينزل بالفيديو. عم محمد بركات احلى صباح عليك. بيقول لك عم محمد بركات احلى صباح عليك. منورنا في الفيديو ان شاء الله في سيرتك الطيبه. محمد اسماعيل بيجيب لنا كوبايتين شاي بس. طبعا اخواتي وحبايبي، انا بنذكركم بالرحله بتاعتنا. احنا طلعنا من دمنهور، رحنا على اسكندريه، خدنا ماجد حسن محترفين سيد اسكندريه. دخلنا دلوقتي على المعديه، صلينا الجمعه، ودلوقتي هنجيب الطعوم بتاعتنا ونتوكل على الله على رشيد. خليكم معانا. ابو اسماعيل اهو، احلى ابو اسماعيل في الدنيا. يومك جميل ان شاء الله، رحله جميله والسمك باذن الله. طبعا يا جماعه احنا واخدين معانا طعوم ياما، واخدين جمبري حي، واخدين دود مشرشر، واخدين دود رز. ربنا بقى المستعان، الرزق من عند ربنا. الصيادين موجوده والخبره موجوده والرزق بتاع ربنا. انا هنا بقى ايه في المحل بتاع محسن. اسكت يالا اسكت. هنا المحل محسن ده ايه، احسن راجل بنحب نتعامل معاه في المعديه. والرقم الثاني عشان الناس اللي مش عارفاه، 012 040 2
1-8-0-2-0-4-0-2-2-1-8-1-8 الراجل ده محترم في بعثة هم يا جماعة محسن بركات من أشهر الناس المعدية منورني طبعا محترفين سيد الاسكندريه اخويا وحبيبي ماجد حسن. احلى مسا عليك يا سموحه. احلى مسا عليك. احنا ما بناخدش طعم غير من الراجل الحلو ده. الحمد لله بيظبطنا وبيعمل معانا واجب وايده فرد. معانا يا ماجد معانا نور. معانا نور وخشابي. حي خشابي تمام. حي بيلعب اهو. حي ولسه جاي اهو. تمام. ومعانا مشرشر ومعانا حناش بتاعت اللود بلاست كل حاجه. الصيادين موجوده والخبره موجوده. ربنا كريم في السمكه باين. والطعم بتاع الراجل ده مرزق والله ان شاء الله. اي والله اي والله رحمه رشيد. ايوه بصراحه يعني طعمه في سماحه نيه في البيع. ما هو مشكله عايز سبايه وخلاص. ايوه فعلا فعلا طبعا يا جماعه بالتليفون يا جماعه لو في حاجه هو هينفذ البيع ان شاء الله. حبيب. يلا ده معايا ده. دعواتكم بقى يا جماعه بالرزق رايحين على المكان. خليكم معانا. خليك العكس. ماشي اخواتي وحبايبي وصلنا للمصيف بتاعنا بمشيئه الله. معايا المحترف ماجد حسن اخويا محمد اسماعيل. هنتناقش بقى ازاي نرمي فين نعمل ايه. المهم ان ده المصيف بتاعنا اهو زي ما انتم شايفينه. هنتفقد المكان دلوقتي وهنعمله احلى شغل ان شاء الله على قناه منوعات رحاله. يا رب يا كريم. يلا تسيب يا رب يا كريم. القناه المتواضعه بتاعتي احلى محترفين يا عم الحاج. قناه المحترفين ان شاء الله. يبقى يوم جميل في راس واحد هنا في رشيد ان شاء الله. مكان جميل روعه الروعه بصحبه الناس الحلوه. حبيبي عمي بص يا جماعه للعلم بشيء برضه عشان في ناس بتحب تسال على الاماكن وكده. احنا هنا في راس واحد في رشيد تمام. الدخله سهله بس المهم ان انت عشان ما تتعرضش لاي مشكله لازم يبقى معاك تصريح. فايه عشان بس ما حدش يقول ان انت جيت على حسنا وحصل معانا مشاكل. فاحنا لازم نقول المعلومه دي عشان تيجي هنا بقلب جامد ومطمن يبقى معاك تصريح. تحياتي ليكم يا جماعه. ربنا كريم بقى نشوف البحر والسمك والله المستعان. وصلنا على المرمى يا جماعه والحمد لله. اول ما جربنا دود النار. اول استفتاح معانا شرغوش حلو بس مش زي شراغيش ماجد حسن. يا ماجد يا حسن شرغوش حلو بس مش زي شراغيشه. هتفرج باذن الله. الله كريم يا شباب. احلى تحيه لاخواتنا وحبايبنا. ربنا كريم. ده المصيف بتاعنا اهو. دي قعدتنا. وربنا كريم. صباح الفل يا رجاله. استفتحنا ده هو. عروسه حلوه ايام الصلاه على النبي. واطلع على دود النار. صلاة النبي يا رجالة. طبعا احنا النهارده بقى ايه يعني يا نصطاد يا نصلي. ربنا كريم. خليكم معانا. احلى تحية حبايبي. صلاة النبي على الدراع. خليكم معانا خليكم معانا ان شاء الله يومنا حلو. ربنا كرمنا بلوطايه ثانيه اهي يا جماعه. بس معلش مش عارف نصورها برضو انا واقف لوحدي. الصلاه على النبي. هي اول لوطه عندنا في القناه دي. ربنا كريم برضو كلها في الكيلوات كده. ربنا المستعان ان شاء الله يومنا عسل بيكم والله والصحبه الحلوه الطيبه. معلش انا حوالين مني صيادين فايه مش عارف نصوره مش عارف نصور يعني مباشر. ناس طيبه اهي معانا. شوف الناس دي بتصطاد ازاي يا جماعه. ربنا حللهم رزقهم يا رب. الناس اللي انتوا شايفينه دول يا جماعه حاطين شبك على العوامه دي وبينصبوه على في وش السائل بمسافه معينه كده. بيبيت الشبك ده مربوط في حجاره. هما بينصبوه هما الثلاثه مع بعض بيبيتوه للصبح وبيرجعوا وش الفجر كده يطلعوا ياخدوه. ربنا حللهم زادهم يا رب ويعينهم على اللي هما فيه. هما بيغلسوا عليهم ولكن برضو بيصعبوا على الواحد. هما بياكلوا عيش واحنا برضو في الاخر بنتسلى. محبه بالحب بالحب. حلاوتك وحلاوة دكتك يا كريم يا رب.
صلي 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 يا ابو حسن صلي يا كريم يا كريم يا رب. اللهم صل على النبي. استرها يا رب السرعه. عايز لقفه؟ عايز لقفه؟ عايز ملقفه يا صاحبي؟ طبعا تفاصيل اللقطه دي يا جماعه ولقطه السباحه بتاعت ماجد السمكه القاروص هتلاقوها على قناه ماجد حسن. النبي صلي. الله كريم يا ابو حسن. اخوك سامح بيمس عليك اول استفتاء. يا كريم يا رب. روح الله يبارك لك في رزقك يا رب يا صاحبي. صاحبي صاحبي الله يبارك لك في رزقك. اللهم صل على النبي. ماجد حسن في سمكه دايخه هو هيغامر وهينزل لها الميه. ربنا يعينه بقى ايه تكون سمكه كويسه. وصلت بالسلامة يا صلاة النبي طيبة. لا يا كريم يا رب. العب يا ابو حسن بالراحة مجهودة. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا كريم يا رب. يا كريم يا رب. اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هترفع ولا لقاف؟ ماشي حلو حلو. شفش اول شفشاء معانا. وصلنا البيت اهو لقيت يحيى مستنيني ولولو كمان. ايه يا لولو؟ ايه يا حبيبي؟ نعم السوداني خلص. طب انا جبت لك سمك. طب انا عايزه اشوف. عايز تشوفي ايه؟ انا متصورك. تصورني؟ اه عشان انا لسه جاي. اه بس طب مره بقى معايا اليوم كله. طب كويس خاطر وريني ده السمك. حاضر هنشوفوه دلوقتي اهو. انا ان شاء الله عليا مستنيانا هي ويحيى. وبابا جاب لي سمك. وبابا جاب لي سمك. وبابا جاب لي سمك من السوق. ماشي. بابا بص. نعم. بص الحرامي. ايه فين؟ بص. يا عم تعال بص على السمك انت. يا عم احنا بنصور فيديو تقول لي فين. بص. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وبعدين بابا قلت بسم الله تقرا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللوت الحلوة ايه؟ صلي على حد. صلى الله عليه وسلم. لا سيبها لي. والعروسة الجميلة هي يابا كبيرة. كبيرة حلوة. بابا بحب الكبير. وانا كمان بحب الكبير. والشرهوش ضعيف الجناح. وبارك الله في مرزقك. انا عايزه احسس عليه. طبعا بس ده 4 ساعات يعني. بابا انا عايزه احسس عليه. لا عشان ايدك ما توسخش. انا احسس عليه. انت مسكتها يحيى؟ يحيى وسخ ايده اهو. ماشي. انا يلا نشوفكم في فيديو ان شاء الله. السلام عليكم. ورحمة الله.